تحية سم البايونيرز، وما زلنا نرى هذا السم بعد ردة الفعل اللي ما زالت إيجابية، وما زال السم محافظ على الانعكاس اللي حصل من عنده مستويات ال 3.20 قرش، وما زلنا ننتظر اختراق مستويات ال 3.45 والاستقرار فوق منها حتى تتعزز النظرة الإيجابية بالنسبة لنا. لو احنا لاحظنا احنا عملنا دورة سعرية بالنسبة لنا، صعدنا من عند مستويات ال 2.20 قرش صعود قوي، وبعد كده شاهدنا تصحيح عنيف ولكن عدنا سريعا، واعتقد كمان ان احنا عملنا تصحيح هنا مكتمل. ينقصنا ايه؟ ينقصنا العوده والاستقرار فوق المنطقه اللي بنمر عليها ما قبل تكمله الاتجاه الصاعد، اللي هي المنطقه اللي عند مستويات 3.75. العوده فوق منها اعتقد هتكون فرصه ممتازه لتكمله الاتجاه الصاعد. لو هنبحث عن اهداف، ما زلنا بنستهدف مستويات ال 161 كيلو الى مستويات ال 200 كيلو كاهداف محتمل للسهم، فاعتقد ان السهم لسه قدام منه اهداف. ممكن نلاقي السهم قريبا عند مستويات ال 4.5، ولما نوصل لل4.5 ساعتها هنقيم حركة السعر. طيب في حالة كسر مستويات ال 3.20 قرش هنعود ونقيم وضع السهم، ولكن حتى الآن ما زالت نظرتي إيجابية للسهم، وأعتقد إن السهم عمل لنا تصحيح واضح إنه مكتمل وعمل لنا ردة فعل إيجابية كمان، عايزين نحافظ عليها ونعود مرة أخرى فوق مستوى 3.45 عشان تتعزز النظرة الإيجابية بالنسبة لنا، لأن حتى الآن النظرة ما زالت حقيقية. هتتأكد إمتى؟ لما نصعد فوق المناطق دي يبقى عندنا زخم عشان نبحث عن مزيد من الاهداف الصعوديه. ما زال لسه اهداف صعوديه، وما زلنا بنستهدف في الاساس مستويات ال 161 كيلو، واعتقد ان حتى الان السهم ما زال جيد وعندنا دعم مهم جدا جدا ما ننساهوش، ان مستويات ال 3 جنيه ل 3.20 قرش هي قمه الموجه الاولى اللي بتشكل لنا دعم قوي جدا جدا جدا، وده اللي احنا ارتدينا منه. وبالتوفيق.